معنا من القاهرة رئيس وحدة التسليح في المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليب. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد معنا على سكاي نيوز عربية. يعني تعليقك على هذه الحزمة من المساعدات الجديدة من الولايات المتحدة وتحديدا على تقديمها قنابل عنقودية لكييف. بالنسبة للحزمة بشكل عام من وجهة نظري لافت فيها هو تسليح بصواريخ الباتريوت، لأنه بنعلم جميعا أنه المنظومة كانت قد أصيبت قبل نحو 3 أشهر، وبالتالي لما بتشمل قائمة تزويد بالصواريخ الباتريوت فأنا بعتقد أن ده مهم، أنه تم إصلاح هذه المنظومة وسوف تدخل الحيز أيضا العمل مرة أخرى في كييف. هناك أيضا صواريخ لمنظومات بتعمل فيها الخطوط الأمامية مثل الهايمرس وغيرها، لكن بالنسبة للموضوع القنابل العنقودية أنا أعتقد أنه اللي بيستحوذ على قدر كبير من الاهتمام. صحيح أنه هي لا يعني ليست المرة الأولى التي تستخدم في هذه الحرب، ربما هذا هو أحد المبررات الأمريكية أيضا أنه روسيا تستخدمها وتستخدم مستويات أعلى من مستوى الفعالية الموجود في النوعية الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وفقا لتقديرات البنتاغون خلال معركة باخموت تمكنت هذه الذخائر العنقودية من تأخير وإبطاء المعركة في الأخير، وبالتالي يمكن أن تكون هذه التجربة مماثلة إذا كانت روسيا في المرحلة الأخيرة قد حفرت الكثير من الخنادق لديها مدفعية، في حين أن الجانب الأوكراني لديه تأخير في تسلم الذخائر التي يحتاجها في هذه المعركة والتقدم البري من خلال المدفعية في الوقت الذي سيتأخر في تسليم طائرات الاف 16 الاستراتيجية، وبالتالي الأسلحة الاستراتيجية سوف تتأخر. هناك حاجة إلى أن يكون هناك نوع من الدعم اللوجستي لهذه القذائف، فعالية هذه القذائف أنا أعتقد أنها تشكل قيمة مضافة على الأقل في هذه المرحلة البينية. قيمة مضافة ستكون مباشرة برأيكم أستاذ أحمد على الهجوم المضاد، خاصة وسط تزايد الانتقاد الغربي على أنه بطيء، لم يحقق مكانة يعني ينتظر منه. أنا أتفق مع أنه هو بالفعل بطيء ولم يحقق مكان منتظر منه، لكن هذا ليس بسبب مشكلات موجودة لدى الجانب الأوكراني بقدر ما هي مشكلات بتتعلق بالشكل أو خريطة التسلح الموجودة أو المفترض أن تكون موجودة في هجوم مضاد، لأنه إذا كانت القوات الأوكرانية تتحرك على خط دفاعي طويل هي ليس بإمكانها بما تمتلكه من أسلحة في المرحلة الحالية أن تحدث نوع من الاختراق، وبالتالي سوف تتقدم على مسافة طولية بشكل متباطئ إلى حد كبير. يمكن لهذه الذخائر أن تساعدها إلى حد ما على الأقل ألا تتوقف في هذا التباطؤ، بمعنى أنه هي سوف تستخدمها في المواقع التي يتقدم فيها الجانب الروسي على أكثر من محور لاستهداف المدفعية. هي أيضا يعني من حيث الفعالية هي تعادل 4 أمثال الدانة الواحدة من المدفعية التي يمكن بها أن تحدث قدر من الإصابة لمدفعية الخصم. على الجانب الآخر أيضا هي تعادل 10 أمثال استخدام القذيفة الواحدة منها، وبالتالي تعوض الجانب الأوكراني عن الفقدان في هذه الأسلحة. أنا أعتقد أن الجانب الروسي يلتفت لهذا لأنه لديه خبرة أيضا في هذا الموضوع. سأتحدث عن ما يمكن لروسيا أن تقوم به، ولكن أود أن أسألك يعني عن ما نعرفه الآن. يعني الهجوم المضاد بدأ واضح، ونعرف أن التقدم بطيء بسبب أيضا التحصينات الدفاعية التي كان لدى الجانب الروسي الوقت في فعلا العمل عليها على طول الخط، ولكن هل بواقع صحيح الميدان اليوم هذه القنابل سيكون لها الفعالية التي يحكى عنها؟ سيكون لها قدر من الفعالية ويمكن أن يكون لها تداعيات سلبية في نفس الوقت. المسألة هنا تتعلق بكفاءة الاستخدام، تتعلق أيضا أين سوف يمكن استخدامها في حقيقة الأمر، تتعلق بأكثر من عامل في حقيقة الأمر. أنا أتصور أنه الفعالية هي في المناطق التي تم فيها حفر الخنادق، لكن
هل سوف تستخدم من طائرات أم سوف تستخدم من مدفعية طويلة المدى؟ الجانب الأوكراني ينقص الطائرات، والجانب الروسي أيضا لديه مضادات للطائرات في هذه المناطق، إذ أنه لا يمكن أن يكون قد حفر هذه الخنادق وتتحرك فيها قواته بدون تغطية جوية. صحيح أن هذا حدث في باخموت، لكن كانت قوات فاغنر هي التي تتعامل مع هذا الموضوع بدون الغطاء الكافي. لكن بالنسبة للمناطق في لوغانسك في دونسك، أنا أعتقد على معظم المحاور، حتى المحاور المفتوحة الجبهات في الجزء الشمالي، أنا أعتقد أيضا أن فيها قدر من التغطية لهذه المسألة، ومع ذلك هي يمكن أن تصيب. الجانب الروسي استطاع أن يعني يتحرك في هذا الاتجاه من خلال عمليات تدريع يعني إضافية لدباباته T-70 T-90، بأنه يكون لديها سطح انفجاري يمكن أن يعوض هذا الانفجار مقابل الانفجار الآخر وخفف من الصدمة في هذا الجانب. لكن ماذا بشأن قواته إذا ما وصلت إليها هذه القنابل المنقضية؟ أنا أعتقد أنه المسألة هنا سوف تحتاج إلى يعني قدر ما من التعامل معها بشكل يعني سوف تكون هناك خسائر في حقيقة الأمر بالنسبة للجانب الروسي أكثر مما كانت عليه في السابق. لكن أيضا الجانب الأوكراني سوف يلجأ إلى استخدام المدفعية أكثر، وبالتالي سوف يهدر الكثير منها. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن لديها يعني كمية كبيرة من هذه الذخائر، وأيضا أن مسألة نقلها لن تكون بالصعوبة مثل نقل بقية الذخائر الأخرى. حاوية واحدة يمكن أن تحمل للجيش الأوكراني ما يمكن استهلاكه في فترة زمنية طويلة، وبالتالي أنا أعتقد أنه المسألة هنا سوف تكون نسبية من حيث الفعالية، سوف تعتمد على كفاءة الجانب الأوكراني والكفاءة المضادة من الجانب الآخر الروسي. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من القاهرة، رئيس وحدة التسليح في المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة، شكرا جزيلا لك.